السلام عليكم. اليوم راح اشرح لكم موضوع مهم بالفارماكولوجي اللي هو عقار كلوبيدوغريل اللي هو من مجموعة الانتي كواجلنت او مضادات التخثر. عقار كلوبيدوغريل هذا الاسم العلمي، والاسم التجاري بلافكس او بلاتيل، اللي هذه اكثر استخدام، طبعا عنده اسماء تجارية ثانية. فراح ابدا اول مرة راح اشرح الميكانيزم اوف اكشن، لكن قبلها راح اشرح لكم بشكل بسيط شلون ممكن تتجمع الصفيحات الدموية وكيف ممكن يمنع الكلوبيدوغريل تجمعها وبالتالي يقلل عملية التخثر. في هذا المكان من الصفيحة الدموية عندنا ريسبتر اسمه P2Y12، هذا الريسبتر موجود على الصفيحة الدموية. طبعا ايضا هنا واضح لكم الصورة. وعندنا هنا ايضا بروتين اسمه جي بي 2 بي على 3 اي، وعندنا هنا بروتين ثاني راح اكتبه حتى لا تخبطوا ويا البروتين الاول، جي بي 1 بي او بي 1. الجي بي معناها جلايكو بروتين، اي بروتين متكون من بروتينات وسكريات. طبعا هذه اسماء هي اسماء يعني علمية للبروتينات، وضعوها بشكل تسلسلي. فهذا الجي بي 1 بي، اسف مو 1 بي 1 بي، هذا يرتبط ويا الفان والبرنت فاكتور اللي ينفرز من تدمر الاندوثيليوم او الخلايا المبطنه للنسيج لما تصير عمليه انجري او نزيف باي شكل من الاشكال. فراح يطلع لنا الفان والبرنت فاكتور وراح يربط هذا الجي بي 1 بي من البليتلت. هنا هذا ما راح يعنينا كثيرا، اللي يعنينا كيفيه تجمع البليتلت او الصفيحات الدمويه. فلما يجي عندنا جزيء اسمه الاي دي بي يرتبط، طبعا هذه اثناء عمليه التخثر. في الحاله العاديه هذا الريسبتر مسدود او شكله ما يسمح يرتبط بالفايبر نوجين، لكن عندما ياتي الاي دي بي ويرتبط بهذا الريسبتر، طبعا هذه اثناء عمليه الانجري او انه لما نحتاج كواجوليشن، نحتاج عمليه تخثر، راح تيجي يرتبط بهذا المكان وايضا في هذه البليتلت الثانيه، وبالتالي راح يؤدي الى كونفورميشن تشينج او تغير في شكل هذا البروتين، ويفتح المجال او الجزء الفعال منه بهذه الطريقه، وبالتالي ياتي جزيء الفايبرنوجين. طبعا هنا مو الفايبرين، الفايبرنوجين، لان طبعا هذا الفايبرنوجين هو نفسه يتحول للفايبرين اللي راح يمسك الخثره، لكن هنا الفايبرنوجين نفسه راح يجي يرتبط بهذا الجي بي 2 بي وراح يربط الجهه الثانيه ايضا، وراح يربط البليتلت بهذا الشكل، وبالتالي تحصل عمليه عندنا الاجريجيشن او انه البليتلت تربط ويا بعض عن طريق هذه الريسبترات ويربطها الفايبرنوجين بيناتهم. ونفسه تذكروا الفايبرنوجين هو نفس اللي راح يتحول الى فايبرين، لكن عملية الربط تتم عن طريق الفايبرنوجين. وهنا هذا الاي دي بي اللي حفزها بهذه الطريقة. فبهذه الطريقة صار عندنا خثرة متماسكة ومربوطة البليتلت او الصفيحات الدموية. شنو وظيفة عقار كلوبيدوغريل؟ راح ارجع مره ثانيه ابعدها. كلوبيدوغريل يثبط هذه الريسبترات اللي قلنا P2Y2 بشكل irreversible، يعني بشكل نهائي يثبط هذه الريسبترات، inhibitor يعمل على سد هذه الريسبترات. وبالتالي جزيئه الاي دي بي لما تحاول ترتبط حتى تعمل على فك هذا المجال او عملية confirmation change، تغير شكل هذا المجال حتى يقدر يرتبط ويا الفايبرنوجين، راح تكون مستحيلة، لانه الاي دي بي ما راح يقدر يرتبط، وبالتالي هذا الريسبتر ما راح يعمل وهذه العملية ما راح تتم. فبالتالي راح الريسبتر او هذا الجي بي 2 بي 3 اي راح يكون غير فعال، وبالتالي ما راح يرتبط فايبرنوجين، وراح يصير عندنا الصعب او عدم حصول لبليتلت اجريجيشن، وبالتالي تقل عمليه او التصاق البليتلت مع بعض، وبالتالي تقل عمليه الكواجوليشن وعمليه التخثر، وبهذه الطريقه نقلل عمليه التخثر. الان راح اشرح لكم دواعي الاستخدام والاندكيشنز لهذا الدواء. حال ادويه الانتي كواجلنت، هذا الدواء يستخدم لمنع او حصول
تكثرات او تجلطات ثرومباي اللي تؤدي الى سد الاوعيه الدمويه وتؤدي الى مشاكل خطيره، كما في حاله الستروك اللي تؤدي الى جلطات دماغيه، او في احتشاء عضلات القلب مايوكارديال انفاركشن او الانستابل انجينا. وطبعا اضافه لان هذا الدواء ممكن يستخدم عندما يستعصى استخدام الاسبرين لمشاكل صحيه، لان الاسبرين ايضا تعرفون هو ايضا يشتغل كانتي كواجلنت او مضاد للتخثر، ولكن في حالات لا نستطيع استخدام الاسبرين، كما في حاله الاشخاص اللي عندهم حساسيه مفرطه من الاسبرين هايبر سنسيتيفيتي للاسبرين، او الاشخاص اللي يعانون من بيبتيك السر، لان الاسبرين راح يقلل افراز البروستاجلاندين وبالتالي راح يؤدي الى زياده مشكله لهؤلاء الاشخاص، فيفضل في هذه الاثناء استخدام عقار كلوبيدوغريل كحل بديل افضل من مشاكل اخرى ايضا تحصل. ولكن في بعض الاحيان يستخدمون الكلوبيدوغريل والاسبرين بشكل ثنائي كومبايند حتى يستخلصون افكت او تاثير اكثر. فراح نكتب الانديكيشنز. ممكن في حالة الـ MI، في حالة الـ Unstable Gyna، وممكن أيضا نستخدمه في حالة الـ Stroke، إضافة إلى مشاكل اللي تؤدي إلى زيادة التخثر أيضا يستخدم في حالة الـ Atherothrombotic ايفنت، الاحداث اللي تزيد تكون الخثرات داخل الدم وغيرها من الاشياء اللي تزيد تكون الخثرات داخل الدم. طبعا الدوز او الجرعة هي 75 ملي جرام على اليوم الواحد او باليوم الواحد. هذه الجرعة هي الستاندرد دوز، يعني خلينا نقول المعيارية، لكن في بعض الاحيان يزيدوها الى 300 ملي جرام على اليوم. هذه طبعا الطبيب المعالج هو اللي يقررها، كما في حالة انه لما يعملون عمليات للقلب كان اصلا المريض عنده ده ياخذ كلوبيدوغرين لازم نزيد الجرعة في هذه الحالة، لكن هذه امور اكثر تعقيد، الطبيب المعالج هو يقررها كشيء معياري هو 75 ملي جرام على اليوم او بير داي. كمعلومة مهمة لازم تعرفوها، هذا برو دراج او دواء غير فعال عندما ناخذه، ويتفعل في الجسم عن طريق الكبد عن طريق سيتوكروم بي 450، ولذلك هذا الدواء يعني يفضلون عدم استخدامه ويا عقار الامبرازول او البروتين بامب انهبيترز، لانه ممكن هذه تثبط السيتوكروم بي 450 وبالتالي تمنع تفعيل هذا الدواء كلوبيدوغريل، وبالتالي راح يقل التاثير العلاجي الى في الجسم. الان راح اشرح لكم الكونترا اندكيشنز او الحالات اللي يمنع استخدام الكلوبيدوغريل. فالكونترا اندكيشن عندنا ليفر ديزيز، اضافه الى الحالات اللي تحصل فيها عندنا والمريض عنده بليدنج، لانه راح يزيد البليدنج حال اي ادويه الانتي كواجولانت خاصه في الجي اي. عندنا البريست فيدينج مذر، لأن يعني الأم اللي ترضع ممكن يروح للطفل وبالتالي يعتبروه غير آمن إنه المرأة المرضعة تاخذه، وأيضا حالة الهايبر سنسيتيفيتي لعقار كلوبيدوغريل، إضافة حالة الهايبر سنسيتيفيتي لعقار كلوبيدوغريل تمنع استخدامه. في الحمل كثير من الأطباء يعتبروه، طبعا لم تثبت الدراسات بشكل نهائي انه راح يأثر على الطفل بشكل كبير، لكن يعتبروه من الأفضل انه المرأة الحامل ما تستخدمه، او انه تستشير الطبيب المعالج لها قبل استخدامه في الحمل. هذا بالنسبة للكونترا اندكيشن. السايد افكت او الاثار الجانبيه، طبعا لانه هو يسبب قله في تجمع الصفيحات الدمويه وبالتالي يؤثر على عمليه التخثر، راح يؤدي الى زياده في حصول شنو البليدنج خاصه من الجهاز الهضمي جي اي.
إضافة إلى حالة اسمها thrombotic thrombocytopenia purpura. لهذا المرض يزداد طبعا بنسبة معينة بشكل قليل كلش، لكن نسبة من يأخذون كلوبيدوغريل يحصل عندهم هذه الحالة اللي هي thrombotic thrombocytopenic purpura، إضافة إلى أعراض ثانوية أخرى مثل نوزيا vomiting وغيرها من الأعراض اللي ممكن تحصل. لكن أهم شيء نعرف أنه ممكن يزيد عملية حصول البليدنج. شكرا لاستماعكم، وإن شاء الله تكونوا استفاديتوا. السلام عليكم.